الفلسفة انعكاس للواقع ومحاولة لفهمه وتغييره نحو الأفضل، ففي الوقت الذي تتدنى فيه قيمة الإنسان وتهدر كرامته يعلو صوت الفلسفة. لقد شهد التاريخ الفكري للبشرية ظهور كثير من الفلسفات كردة فعل على الأزمات الروحية والسياسية التي عاشتها المجتمعات ومست الإنسان في كينونته وحضوره في العالم. ومن أهم الفلسفات التي اهتمت بالإنسان وجاءت كردة فعل على المبالغة بتمجيد الذات التي سادت مع الفلسفات الوجودية والفردانية هي الفلسفة الشخصانية، التي نظرت إلى الإنسان في كليته روحا وبدنا، فكرا وأخلاقا. وقد تأثر مونيه بكثير من الفلاسفة السابقين والمعاصرين له الذين ينتمون إلى مذاهب واتجاهات مختلفة ومتنوعة، كالفيلسوفين الفرنسيين شارل بيكيه وجاك ماريتان، والفيلسوف الروسي بيردياييف، والفيلسوف الألماني ماكس جيلر. وتعد الشخصانية أساساً مرجعاً لكثير من الدراسات والتيارات التي تدعو إلى الأنسنة ومقاومة العولمة ومواجهة سطوة التقنية. إنها الفلسفة التي تعتبر الكائن البشري بحاجة دائمة للآخرين ليعي ذاته ويستكمل وجوده ويحقق غايته، ولا يتضمن الانفتاح على الآخرين وفقاً للشخصانية إلغاء الذات وتميزها، بل يعني تأكيد الذات وتمركزها حول نفسها أولاً، ثم خروجها إلى العالم لكي تمارس نشاطها بفعالية دون أن تفقد شخصيتها. ويطلق لفظ الشخصانية على كل نزعة وحضارة تثبت سمو الشخص الإنسان، ويطلق لفظ الشخصانية على كل نزعة وحضارة تثبت سمو شخص الإنسان على الضرورات المادية والأدوات الجماعية المؤسسة لنموه. وقد ظهرت الفلسفة الشخصانية لتعيد للشخص قيمته وكرامته، وتثبت وجوده بوصفه موجوداً له خصائص الكائن العاقل. وتسعى الشخصانية من خلال مبادئها إلى مساعدة الإنسان وتسخير كل قوى الطبيعة لخدمته لكي تسهل حياته ويصبح ذاتا متميزة ترفض العزلة والانغلاق على نفسها. لكل فلسفة منهج ونسق معين تتبعه لكي تستطيع أن تنظم أفكارها ومفاهيمها. وللفلسفة الشخصانية 6 مبادئ وضعها الفيلسوف الفرنسي إيمانويل مونييه. أولها الشخصية الإنسانية، أي الذات البشرية، وهي كل شيء بالنسبة للشخصانية، لأن الإنسان الفرد أو الشخصية أهم من المجتمع والطبقة. والمبدأ الثاني، الحرية والمسؤولية، أي الحرية الإيجابية والمسؤولة في حياة الفرد والمجتمع، لأنها تعكس فعالية الإنسان وقدراته، فأنت حر في اختيار الفرع الذي يتناسب مع قدراتك ورغباتك في الجامعة، ومسؤول عن نجاحك فيه. ويتجلى التزام الاتجاه الشخصاني الواقعي بقضايا الحرية بشكل واضح. أما المبدأ الثالث فهو الكرامة الإنسانية، فالشخصية الإنسانية تشعر بوجودها وكرامتها وترفض الخضوع للضغوطات مهما كان مصدرها. والمبدأ الرابع هو فاعلية الإنسان، أي قدرته على الإبداع وسعيه لتغيير المجتمع والطبيعة. والمبدأ الخامس هو اللقاء بالآخرين، وهو مفهوم ينشئ روابط تحدث تبادلاً في العلاقات بين الذات والآخرين دون أن تتجه إلى تدمير الآخر أو إلغائه. والمبدأ الأخير هو التحدي المستمر، والمقصود أن يتغلب الإنسان على غرائزه كي لا يسقط في حالة اليأس والخوف ويحقق أهدافه. لقد تركت الشخصانية صداها على المفكر المغربي محمد عزيز الأحبابي، فتأثر بمبادئها لأن نظرتها إلى الشخص تتخطى كل الحواجز والفروقات سواء عرقية أم دينية. وقد عمل على تجديد الشخصانية وأضاف لها صفة الواقعية لأن شخصانيته تستمد جذورها من واقعه. فمن الناحية المفهومية تعني الشخصانية عنده كيفية انتقال الإنسان من الكائن إلى الشخص، ومن الناحية الأخلاقية تعني إثبات الشخص بوصفه قيمة لا مجرد رقم. وتحاول شخصانية الأحباب أن تصف الطريق الذي يبدأ من الكائن الذي يتعالى على نفسه
ليتحول إلى شخص ثم إلى إنسان، وهو ما يسمى بمراحل تطور الشخصانية الواقعية. المرحلة الأولى مفهوم الكائن، وهو معطى خام يظهر كلما ازداد اتجاهه نحو الشخص ونحو الاندماج في مجتمع مع الآخرين. ويشير الأحبابي إلى أن الكائن يبقى خاما ما لم يظهر للآخرين، ويتم انتقال الكائن من مرحلة الظهور إلى مرحلة الوجود بفضل شعوره والذي لا يوجد عند الأشياء. وللكائن الموجود صفتان هما التحقق والفعالية، فالكائن البشري يعبر عن حضوره في العالم باعتباره صانعا لتاريخ فردي وجماعي. والمرحلة الثانية هي تحول الكائن إلى شخص، فالشخص هو السند الأساس الذي تقوم عليه الشخصيات المختلفة التي يظهر بها الشخص الواحد في أدواره المجتمعية المتباينة. والمرحلة الأخيرة هي تحول الشخص إلى إنسان، أي إلى موجود اجتماعي يحدد سلوكه التفكير والانفعالات والإرادة ودرجة معرفة القوانين الطبيعية والاجتماعية. فالنزعة الإنسانية تجعل من الإنسان الواقعي محور الأشياء. إن الهدف الأسمى للفلسفة الشخصانية الواقعية هو بناء الإنسان المنتمي لعالمه وتحريره من القيود التي جعلته كالآلة، تحرير الإنسان من التقليد الأعمى للآخر ومنحه الفرصة لإثبات ذاته واسترجاع حريته وحقوقه المسلوبة منه. وتعد الشخصانية ثورة في جذور القيم، لأنها دعت إلى تحرير الإنسان من سطوة التقنية وحفزته ليحقق كل ما يستطيع الوصول إليه. والشخصانية ذات نزعة إنسانية تتبنى طموحات الإنسان المعاصر، والشخصانية فلسفة للغد تسعى لتوجيه تفكير الإنسان في تجاوز عالم اليوم والتعالي عليه نحو عالم الغد. وختاماً يمكن القول إن الفلسفة الشخصانية عبرت عن حيوية الفلسفة والتزامها بقضايا عصرها، فقد سعت إلى تقديم نفسها كحل لأزمة الإنسان المعاصر التي تبدو كأزمة اقتصادية في ظاهرها، ولكنها في العمق أزمة روحية وثقافية.